اولا اميغوس، مرحبا بكم في الحلقه الثامنه من برنامجكم توب راب 3. في الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على احسن التراكات اللي تلاحوا في شهر فبراير. هاد الشهر هذا اللي كانوا فيه تراكات بزاف وكاملين واعرين، وكاع التراكات اللي غادي نهضر عليهم غادي تلقاهم في الديسكريبشن. هادشي اللي كاين، عطونا واحد جيم كومونت و شي بارطاج وخليونا نبداو. بغينا ستاك بيل جيتس، نوبادي مي غانا ديكتيت سكواد، حالفين تنديرو ميلي بلا حتى شي ليبل هومي، بلا شي كليك بيت. لارواب ام تاكلي كيما نيستا، نسيتي غنزلك في نيكست اب بيتش اكبر شو وكلشي ريف، غنخلي لك دوك العرادات ولا فيستات. الرتبة الثالثة حطيت فيها التراك ديال فارغاس اللي سميتو ديفرنت. هاد التراك هذا اللي كان نهار 10 في الشهر، واول حاجة غادي نبدا بها هو البرود ديال دوب اللي كان توب ديال بصح، والاختيار ديال ان فارغاس يلعب فوق هاد البرود هادي كان مزيان. تقصار في هاد التراك هذا كان هارب، وكيفاش تيلعب بالفلوات ديالو تيسويتش بيناتهم عطى واحد القيمة كبر للتراك. حاجة أخرى هو تيعرف امتى يقصر بشويه وامتى يقصر فاست، واخر حاجه هو الكتابه في التراك هذا اللي كانت نقيه بالجد. وباش تعجبني فارغاس هو داك الميلونج اللي عنده ما بين الدارجه والانجلي، والطريقه باش تجيب الرايمز ديالو واعره، وهذا الشيء هذا اللي كان في التراك. بالنسبه للتنقيط غادي نعطي 4 على 5 للكتابه، غادي نعطي الفلو التقصار 3 على 3 بحكم ان فارغاس قصر مزيان، وغادي نعطي نقطه ديال البرود ونقطه بونيس لفارغاس بحكم ان واحد الدري كرياتيف وخدام على راسه. اذا النقطه الكامله للتراك هذا هي 9 على 10 في الرتبه الثالثه كاحسن تراكات شهر فبراير. عمر شي حد ما وراني طريقي، كاع نفسي طلعت بيهم في طريقي، بس مني نفس البرهوش اللي عنده نفس الفيجن، نفس الحر نفس الروح والاسبري نفس الايمن دايما. الرتبة الثانية غادي يكون فيها التراك ديال سمول اكس من الاي بي ديال فينيكس اللي سميتو بريا. التراك هذا اللي الكتبة فيه كانت واعرة، وكل سطر عنده بزاف ديال المعاني، وعاود فيه على بزاف ديال الحوايج اللي وقعوا ليه. التراك كان فيه تقصار لي سمود والفلو باش لعب كان مزيان، ولكن الحاجة اللي عجبتني كثر هو الفيديو كليب، وبالخصوص الكواليتي ديالو داكشي هاي نيفو، وتحية لإضلان على هاد الخدمة اللي دار في هاد الفيديو. آخر حاجة هو البروت ديال هاديس اللي كانت مفرقعة، ولي زانستريلاتين اللي تزادوا عطا واحد اللمسة زوينة للبروت. بالنسبة للتنقيط ديال هاد التراك هذا، الكتبة عطيتها 3 على 4، تقصار والفلو 2 على 2، الفيديو كليب 2 على 2، نقطة ديال البروت ونقطة بونيس على ديك الإي بي اللي مفرقعة ديال سمول إكس، وغادي تلقاو الريفيو ديالها في الشين عندي. إذا النقطة النهائية لهاد التراك هذا هو 9 على 10 في الرتبة الثانية كأحسن تراكات شهر فبراير. قبل ما نهضروا على احسن تراك في هذا الشهر هذا، غادي نهضروا على تراكات اللي كانوا مزيانين ولكن ما وصلوش للتوب 3 ويستاهلوا السيبورت ديالكم. كيبات لامدريه طالع غيب سلاك، الحمد لله قلت لا تفهم الريه والنيه اللي تخلع برابر شنتو صاحبي كيشي وليا في تخله غير تكلاب غير انا وياه في البيت عاد جمي يدير مني الولاد. بينك بالتراك اللي سميتو الحمق، هاد التراك هذا اللي كان حمق ديال بصح وعجبني بالجد من ناحيه الكتابه اللي كانت فيها واحد التكنيك اللي زوينه وخدم بشحال من حاجه، وهاد اللعبه هادي اللي فقدناها في الراب المغربي، والدراري اللي باقي تيحطوا التكنيك في الكتابه ديالهم قلال بالجد. تقصار في هاد التراك هذا كان مزيان، والفلو باش لعب واخا عاد وعطيتو 8.5 على 10. ستوري زرعوا في الكتابه ديالك لاندورفين، احسن ام سي في عينك حياته جمعه ب 16 خونا كاع ما صافي خطر اون جيف ا فاكين دام ماما فاكين كامي كازي كسفر كاع فيكم على الام، عندي بيتو كتابه في العروق كتجري في عوض موريفيشن ديال قدافي بيتش الى الامام. ايفو بالتراك ديال سامبر نيوز، تراك اللي فاش سمعته عقلي وقف، وبقى فيا الحال فاش عاود دخلت لقيتو يلا فيه 1000 في. تراك هارب من ناحيه التقصار والفلو باش لعب راه ما يمكنش. الكتابه في التراك هذا كانت واعره بالجد، وكان فيرس واحد فيه شحطه وغوته، حتى الكليب كان هارب، ولي في فيكس اللي تزادوا كانوا في بلاصتهم، بلا ما ننسى البرود اللي كانت نقيه، وبالخصوص الدخله اللي تلعبات فيها على المزيكا ديال الويسترن. تراك عطيتو 8.5 على 10، وبدكم تدخلوا تسيبورتي هادشي هادا غادي تلقاو ليان في الديسكريبشن. فوت حجر على بيت مازال قولي يا واش حساوي غنفريك، خولي في قلبك غتخفينا نفيق، تاكا طلع فادا كتهز سنيف، جيب قشرة نخرج الكابوطة وزيف. ستورمي فيتشرينغ انكو بالتراك ديال ميزان، تراك اللي تلاقاو فيه الاباتشيره ديال التقصار، وبلا ما نهضر على التقصار والفلوات في هذا التراك هذا اللي كانوا واعرين سواء في الفيرس ديال لانكو ولا حتى ستورمي. واخا لانكو كان زايد واحد النغيزه شويه، الكتابه كانت مزيانه، وبطبيعه الحال بلا ما ننسى البروت ديال موبينش اللي كانت نقيه. واحسن حاجه في التراك هي فاش قال ستورمي الضربه ونين كون طبيب، الساعه الطبيب قال لي مزيكتك تداويني. تراك كان نقي وعطيتو 8.5 على 10. ما تيقوش في اللي كيصرات الهضره وليكي كح كح، اللي كتشوفو نتايا صحيح كيبان ليا غي كح كح
تاو لاقا النار سولنا قالوا لينا باه باه مونز بالتراك ديال بيكاسو الجوج اللي من تيتي ديلوكس. التراك هذا اللي هو الفيرسيون الثانيه من بيكاسو الواحد اللي كان عزيز عليا بالجهد وكان فيه واحد التكنيك في الكتابه اللي هاربه، وتمنيت ان حتى الفيرسيون الثانيه حتى هي تكون هكا، ولكن ما كانش فيها تكنيك بحال الفيرسيون الاولى. الحاجه اللي ركز فيها هو الطريقه باش تيجيب الرايمز ديالو واعره بالجهد، تقصروا الفلو باش لعب كانوا مزيانين، والبرود كانت نقيه، وعجبتني في الاخر فاش غادي تلعب الجيتار الكتريك. التراك هذا عطيتو 8.5/10. ما بنت لي قوة تورية غالقواويد كيسعو بيا شاقة الوماهية البرش الكينغ نسمع ليا فوق الرينغ زيرو تسمية كي كلاي فكين شاسة دخل رباقة بلاصة سبع كبير يتقب ميكاسة. بلاك ويند بالتراك ديال كوشمار داجيلت، تراك اللي كان هارد كور وتيخليك تسافر مع الكتبة اللي كانوا فيها بزاف ديال العيبات وهضر على شحال من حاجة. الكتبة اللي كانوا فيها دي بنش لاين اللي مسمومين، الفلو التقصار كانوا سمود مع واحد البرود اللي كانت كالم. اخر حاجة هو الكليب اللي كان كحلو بيض باش تركز على الميساجات اللي في الكليب، واللي هما ان البلاك ويند عمرو غادي يحني راسو وعمرو يقول داكشي اللي بغات الدولة في الموسيقى ديالو واخا يحبسوه ويعذبوه. الكليب كانوا فيه بزاف ديال الميساجات وعجبني داكشي. البروجي كامل كان نقي والتراك عطيتو 8.9/10. لقيناش في العرض راكبين الاليان شوكاس تحت العرض انا ومايكي في مترو، والقلب راه بيض من الاير فورس البيدرو قود من لي فاندوفسكي بولوني هذاك دمك فوق لي بات ماشي فولونيز. حليوه بالتراك ديال توريس، تراك اللي كان فيه كلاش جوج ديال الناس مونين بروك اللي هما توتو انكوني. تراك كانوا فيه دي بونش لاين اللي واعرين بالجهد وعجبتني الكتابه في هذا التراك هذا. بالنسبه للتقصار والفلو جاوني عاديين، والكليب حتى هو باين مزروب عليه. اخر حاجه هو البرو ديال الا رامون اللي كانت نقيه بالجهد بواحد اللمسة عربية اللي جات واعرة بالخصوص في الرفران. تراك كان نقي وعطيتو 8/10. فما تخافش كون ناني قاعد براسي غانيش نزيد ديك تو مليكة ديلي اسمك تضحكي فاش كنقول امين زبالة في واحد قاني كيزينو بتغلط وشوفوك تاني. عبدو بالتراك ديال زيمبابوي، هذا من الدراري اللي جايين بجد في الراب مغربي. تراك بواحد لافايب اللي هاربه وتيسافر بك ديال بصح. الكتابه في التراك هذا كانت مزيانه، ولكن التقصار والفلو تتحس بشي حاجه اللي مختلفه وونيك وماشي عند اي واحد، وهذا الشيء هذا اللي تيميزو. الكليب حتى هو كان سامبل ولكن كان واعر، وشاروت لجوناس على هذا البروداجي اللي كانت نقيه. بالنسبه للتراك هذا عطيتو 8/10، ونتمنى انكم تسيبورتيو. غادي تلقاو ليا في الديسكريبشن. فليكس ويز كيف كونفليكس فلو سيور كونفليكس اش بلي سكسي بحال لكس فليكس فليكس ويز كيف كونفليكس فلو سيور كونفليكس اش بلي سكسي بحال لكس. ويغا بالتراك ديال فليكس اللي كان فيتشرينغ مع فرقه ديال الرابرز فيهم دراري وبنات وتقريبا كانوا هما شي 10. التراك كان مزيان وكل واحد حط فيرس اللي نقيه. الفلوات اللي جاوني عاديين، ولكن الرفران كان واعر وكاتشي ديال بصح. اما الحاجه اللي عجبتني بزاف هو الكليب اللي كانوا فيه دي بلون زوينين وكانوا فيه بزاف ديال اللعيبات اللي تيدخلوك في المود ديال التراك. كليب كان ستريت وداك الشيء نقي. التراك عطيتو 8/10. باغي نعيش في عالم كنت فاهم فيه ما كنتلامش كتبت انا اشنو بغيت ما تكونش بلاصتي غير فلاش هتقول بلاصتك في الكوزينه عندك الحق مالكش اللومه دخلتي ليها تلقاني انا الفران اللي كيعتب حومه. فريسول ديال كاميرا اللي كان واحد الفريستايل اللي واعر بالجهد على واحد الانستري اللي اولد سكول بواحد الكتبه اللي زوينه فيها دي تكنيك بحال وورد بلاي. بالنسبه للفلو التقصار في التراك هذا كان داكشي سمود، اما الكليب فجاني لا فايب ديالو بحال غوتم سيتي بالخصوص فاش تصور في الليل وتزاد عليه البيض والكحل، داكشي عطى واحد اللمسه زوينه. فريستايل عطيتو 8/10. وانا عاود الكره ديك تعاود نكره جالس برا كنستنى نتيجه لا دي ان جو برو ميتافور حتى على مستوى الذره عيط لا تاخذوا الكروه ساكنوا هالو غسمع طاحلي في الارض كيتلوى. هالوجيك بالتراك ديال جوت، هاد الدري هذا اللي ولد تطوان وتيزير خدمه نقيه، وهذا هو اول كليب ديالو اللي كان فيه داكشي نقي ديال بصح. بالنسبه للتراك كان عامر دي بونش لاين وتتحس بالكتابه عاتها الوقت ديال بصح. اما الفلو والتقصار في هاد التراك هذا فكانوا مزيانين. التراك عطيتو 8/10، ونتمنى ان تسيبورتيو هاد الدري هذا بحيث انه يستاهل بجد، وراه خدم واحد الميكس تيب اللي سميتها باتمان فيها تراكات واعرين، غادي تلقاو ليهم في الديسكريبشن. واخا دارو حفاري يوم ما وي صدالي في بيتي making way haters criticizing anyway اسبوي بالتراك ديال يونغ ليجند اللي كان فيتشرينغ مع الشاو. تراك اللي دريلو كان واعر بالجد، عجبني الهوك اللي حط اسبوي وحتى الفيرس ديالو كان زوين لا من ناحيه التقصار الفلو والكتابه. اما الفيرس ديال الشاو اللي لعب فيها اغريسيف بواحد الكتابه اللي قاسحه وكانت الفيرس ديالو واعره حتى هي. بروجي كان نقي وعطيتو 8/10. هنا بيطاري جيت نداوي كاع لي خارج ايطاري معاكم وطاري مقصر فطاري بلوط قطاري قلت البلاد ماشي قطاري جامي بطالي تحت لو بطاني ما جيتش مع الطرات تران لي راطاني.
بيكسل بالتراك ديال تشايلدود. هاد الدري هذا اللي حتى لدابا ثلاثه ديال التراكات كاملين واعرين. بالنسبه للتراك هذا ديال تشايلدود ردنا به ليامات الطفوله، تراك عامر دي تكنيك، والطريقه باش تيجي بالرايمز ديالو كانت واعره بجد، الفلو والتقصار مزيانين، وتراك عجبني شخصيا وعطيتو 8 على 10. و سي فريم جون اي ريان ا سيغي الام لي بيتو لون كو جو نو سوي باز اون سيرين جي بيزوان دوكسيجين جو ريغارد فير لو سييل سي لو سون دون سيرين كي مي بيرسوي لون سي تي سيرين يو. تشوبي بالتراك الثاني من لا سيري ديال لا شوكولا ماجي، تراك اللي تحس فيه بالكرياتيفيتي، وتشوبي من الدراري اللي ما متبعينش الموجه وتيجير داكشي اللي تيبان ليه مزيان. تراك خدم فيه 91% من البرود الميكساج ماسترينغ، عجبتني البرود والتيم العام ديال التراك، وحتى الكليب تتزيد تتفهم منه شحال من حاجه. كليب اللي كان نقي ووصل ليا الميساج بواحد الطريقه اللي زوينه، تراك عطيتو 8 على 10. خلي لي كار كنشوف غير اللي باغي والباقي ديكور طون في بابك بحال كاسات فغري هالكاش نبقى الكاتات او بادي بسم الله وغادي نخرك تراسي خبط النو فيا وباقي مدري فوق التين دابا دير لو كيليس ما تلقاش ديكالوج فلو ميكس بحال نازله لابوتي الا حبست الراب غادي غنيو بابا اوتي بدا تبان طريق تغبيت كي دوتي انت صاب ما تعرفش كندير كي جي بي اس كي كادو سبونسو تر طار ما بغيتش تجيني بيلو فاس انا عندي جي بي اس صاجي في باك باسيون دي لزادو نعرفو فين غادي ونعرفو من جينا ونتخيلي ميتيك تراك اللي وجدي 100% وكان فيه سعد ميرف كوستافو بليمير. هاد الدراري هادو كاملين واعرين، وتراك كل واحد حط فيه فيرس نقي وكل واحد تتميزو شي حاجه. مثلا الا شدينا ميرف غادي نلقاو حط واحد الفيرس اللي فيها تكنيك اللي زوينه، غادي نلقاو كوستافو التقصار ديالو كان واعر، بليمير حط دي بونش لاين قاصحين، وسعد الكتبه ديالو كانت كلين ديال بصح. تراك واعر ويستاهل السيبورت ديالكم، وتراك عطيتو 8 على 10 وغادي تلقاوه في الديسكريبشن. نتمنى ان تسيبورتيو هاد الدراري هادو بحيت راه يستاهلو كاملين. فرط سميتي في قاعد دروب تقالينا فلوس انت بنوب باقي ما دريت كنشوف راسي في وسط دروب جالس غادي غير كندور الوقت من الكري كاملين خليتهم من اللور لا ما كندورش علاش حيت كنشري هز وكنبان كنبري نما بالتراك ديال الف 15 بيت خيز اللي كان فيتشرينغ مع الملوس. تراك كان زوين والتقصار فيه كان مزيان، الفيرسز بجوج كانوا مزيانين وكانت فيهم واحد الكتابه نقيه، والحاجه اللي عجبتني هو البارت الاخر ديال انما، الكليب كان نقي والتراك عطيتو 7.9 على 10. بيتي رديتو كيديت برو كان تشيكي لي برو طلق لي بيتو عطيني ميكرو كنولي ميكرو مع لي روبا وسط شي ميكرون تكارجي لي كرو قول شي حاجه خايبه في داري تقبي غنجي لي كرو هاز مدينه فوق كتاف ولاد دربي هاز بيا حالف تا غنديرها بلا ما ندير موسيقى البيار سكورب. هاد الدري هذا اللي جديد وجايب الجيد عنده واحد الكتبه اللي زوينه، وفي هاد التراك هذا حط بارز واعرين، وبالنسبه للفلو والتقصار ديالو كانوا مزيانين. تراك نقي وعطيتو 7.5 على 10، ونتمنى ان تسيبورتيو هاد الدري هذا بحيت يستاهل، وباقي غادي يلوح تراكات اللي واعرين ان شاء الله في هاد الشهور اللي جاي. فيستون سي با كوم سا لا في ما دي بونابارت لا في دو ريف سي با لا في دي موف لا في دي بوفر سي با لا في دو ريف نو بلو جو لا كونسوم او كارتي ما بلو. كورس بالتراك ديال مارادونا اللي هو اخر تراك غادي نهضروا عليه قبل ما نهضروا على احسن تراك في هذا الشهر هذا. بالنسبه للتراك هذا فاش شفته اول مره قلت الحمد لله ولا عندنا واحد نيك فيه في المغرب، وجاني ستايل ديالو قريب لا كيفاش تيلبس طريقه الحسانه وكاع دوك اللعيبات، وهذه واحد الحاجه مزيانه بحيث نيك فيه واحد الرابر اللي مكلمها في فرنسا وتنحترمو بزاف. تراك زوين وعجبني التقصار ديالو اللي كان كالم والكتبه اللي كانت نقيه. تراك عطيتو 7.5 على 10، ونتمنى ان تسيبورتيو هذا الدري هذا بحيث يستاهل ديال بصح. مبلاش كاع الكتب اللي قرينا ما داونا حتى شي قرينا مورا كل امتحان كنسى مبلاش بلادي زوينة وباش نعيش حياة كريمة مشيت بعدت عليها وهي توفى. الرتبة الأولى كأحسن تراك في هذا الشهر هذا هو ما بلانش ديال أنيس وما بلانش ديال بصح، بحيث أن التراك هذا يلا ضرب 100 كا. تراك اللي واعر بجد وكل شي فيه واعر، كانت فيه كتبة مفهومة وكل بار في بلاصتها، الهوك اللي كان واعر بجد، الفلو والطريقة ديال التقصار نقية، والكليب اللي كانوا فيه دي بلون زوينين وكانوا فيه بزاف ديال الميساجات، بلا ما ننسى حتى البرو ديال سفيان أزيد اللي كانت نقية وداك الشيء هو هذاك. التنقيط ديالي لهذا التراك هذا 3.5 على 4 في الكتبة، الفلو التكنيك 2 على 2، الكليب 2 على 2، البرو النقطة ديالها، وآخر حاجة نقطة بونيس ديال هاد لافايب اللي كانت في هاد التراك هذا. إذا النقطة النهائية هي 9.5 على 10 كأحسن تراك في شهر فبراير. هذا ما كان في هاد الحلقة هادي اللي نتمنى تعجبكم، سموحة إلا كانت الحلقة طويلة بحكم أن كانوا تراكات كتار وكاملين واعرين وما يمكنش ما نهضرش على شي واحد. نتمنى أن تسيبورتيو كاع الدراري اللي يستاهلوا، وراه غادي نخلي لكم لي ليان في الديسكريبشن. هادشي اللي كاين خليو ليا واحد جيم ونحاولوا نوصلوا هاد الفيديو هذا شي 1000 جيم، وخلي ليا في كومونتير أحسن 3 تراكات بالنسبة لك في شهر فبراير. هادشي اللي كاين بارطاجي الفيديو مع صحابك. تشاو أميغوس.